السلام عليكم خاوتي وخوتاتي، ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي. في هذا الفيديو خاوتي جبت لكم خبر حصري، يعني مش كثير من القنوات تحدثت عليه. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قادم الى الجزائر شخصيا. فكما على بالكم قبل مدة فقط قام رئيس عبد المجيد تبون بزيارة الى تركيا ويتحدث فيها مع الرئيس التركي، وتحدث عن الكثير من الاتفاقات العظمى بين الجزائر وتركيا. وبعد بعدها رئيس عبد المجيد تبون توجه الى الصين، لكن هذه المرة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قادم بنفسه الى الجزائر. ايضا ليس الرئيس التركي فقط من هو قادم الى الجزائر، هنالك زيارات مرتقبة ايضا من رئيس ايطاليا، ولا عفوا رئيس عبد المجيد تبون هو اللي راه رايح لايطاليا بعدها. كل هذه الامور خاوتي احنا تحدثوا لكم على الصفقات اللي راه جايبها في جيبه رئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الجزائر، اللي راح تخلي حقا من الجزائر يصبح عندها وجه جديد تماما. قبل ما نتوغلوا في تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع خاوتي، ارجوكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. كما على بالكم خاوتي هذه الامور راح تدعمنا نتصدي لكل حملات السينيال، شكرا جزيلا لكم. في الاول خاوتي خليني نشرح لكم باللي في القناة هنا تاعنا تاع اخبار بلادي باكم مش راح تلقاو فيها السبان والتطياح بزاف للكوتي تاع المغرب. احيانا هل يقلقوني بزاف ونشوف مواضيع تغضي بهذا الامر، راح نحط عليها موضوع هذا الامر واضح. لكن انا ايضا القناة تاعي مهتمة بجلب كل ما هو يعني يتعلق بالاستثمار للجزائر والجانب الاقتصادي وايضا الجانب السياسي. كل هذه الامور خاوتي اللي تهم الجزائريين راح تلقاوها في هذه القناة واكثر. ايضا اذا حبيتوا تعرفوا الكثير من الامور الاخرى ما عليكم الا ان تكتبوا لنا رايكم في التعليقات. بلا ما نطول عليكم هيا الى التفاصيل. اولا خاوتي خليكم لازمكم تفهموا بلي نوع العلاقات بين الجزائري وتركيا يعني علاقات جيدة جدا. يعني تركيا من بين الدول القلائل اللي الجزائر ما كانش عندها مشكل ولا يعني دبزت معها. ايضا الجزائر تعتمد على تركيا في الكثير من الامور، من بينها استيراد الاسلحة. كما نبيكم خاوتي تركيا دولة رائدة وعظمى في هذا المجال، لكن رغم هذا ما قبلوهاش في البريكس. راكم تتخيلوا معايا خاوتي، يعني هنا تبان باللي البريكس يعني لعبة واضحة وفيها شغل السياسة وماهيش مديورة على اساس القوة الاقتصادية ولا حتى القوة العسكرية للبلد. ما يهمنيش هذا الامر، كنا تحدثنا عليه في وقت سابق. الان رئيس رجب اردوغان قادم الى الجزائر، لكن ما هو سبب هذه الزيارة؟ خليني نوريكم فيديو خاوتي ليلماز، وهذا يلماز خاوتي هو السفير التركي الجديد وايضا يسمى بالتفصيل كوتشوك يلماز. وهذا الرئيس السفير التركي عين جديدا من طرف الرئيس رجب طيب اردوغان، وقال له قل للجزائر وللرئيس تبون انني قادم. ايضا السفير التركي قرر ولا اعرب عن عزم تركيا تعزيز علاقة قوية مع الجزائر، حيث تريد ان تجعل من الجزائر اكثر الدول صداقة وقربا الى تركيا. لان تركيا خاوتي راهي شافت التقلبات تاع الدول وشافت كيفاش يعني السعودية قررت تطبع في الاونة الاخيرة مع الكيان الصهيوني، وعرفت عرفت ان الجزائر هي الدولة ذات مبدأ لا تحيد عن مبادئها. شوفوا واش قال السفير التركي في حديثه عن هذا الامر، وكيفاش اعلن ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان راه قادم الى الجزائر. J'ai eu le grand plaisir de remettre à monsieur le président de la République. لقد كان لي شرف تقديم أوراق اعتمادي لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفيرا فوق العادة للجمهورية التركية. كما تعلمون علاقة تركيا بالجزائر تشهد صداقة مثالية على الساحة الدولية كبلدين شقيقين. سأواصل العمل لتقوية علاقات بلدينا والتي سجلت مستويات إيجابية عبر التاريخ. إننا نتابع بإعجاب كبير التطور الملحوظ والتحولات الاقتصادية المحققة في الجزائر خلال عهدة الرئيس عبد المجيد تبون. سنكون سعداء بالمساهمة في بناء الجزائر الجديدة عبر مشاريع قاعدية بمشاركة المؤسسات التركية. سنستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان قريبا هنا بالجزائر.
هذه الزيارة الرسمية ستشهد مجددا على متانة ومستوى العلاقات الثنائية. سأعمل خلال عهدتي على دعم هذه العلاقة التي تعد جيدة. واسمحوا لي في الختام على تقديم أسمى عبارات الاحترام والتقدير لسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما سأبقى تحت تصرفه لتطوير علاقاتنا. أود في الأخير أن أبلغ التهاني للشعب الجزائري بمناسبة المولد النبوي الشريف. Mes vœux les plus sincères au peuple algérien frère et je les félicite à l'occasion du jour du Maulid. Je vous remercie. وكما راكم سمعتوا خاوتي، زاد كشف ايضا عن موعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الجزائر، حيث قال ان الزيارة هذه راح تكون في اكتوبر القادم. وقال احمد عطاف وزير الخارجية الجزائري في مؤتمر صحفي في انقرة يعني في تركيا، كان مع نظيره هاكان فيديانا في ختام أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية التركية، أنه يتم تحضير مشاريع اتفاقية في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة والصناعة العسكرية، سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان إلى الجزائر في المستقبل القريب جداً. وكما كنت قلت لكم في الأول تاع الفيديو، هذه ليست الزيارة الأولى المرتقبة، حيث أنه بعد هذه الزيارة الرئيس عبد المجيد تبون راه معول يروح إلى إيطاليا في شهر نوفمبر القادم. وفي الخبر ولا الفيديو اللي قبل هذا كنا تحدثنا لكم عن نوع العلاقات الجديدة بين الجزائر وإيطاليا وكيف أنها دخلت لنقل الخبرات العسكرية من إيطاليا إلى الجزائر، يعني الجزائر راح تولي دولة مصنعة للأسلحة ومصدرة لها أيضا. واخيرا في الاخبار وبخصوص علاقات الجزائر مع الدول، راه جاء سفير فرنسي جديد الى الجزائر استلم مهامه مؤخرا. ايضا خوتي هذا السفير مألوف، سنتحدث عليه في الفيديو القادم، لكن السفير اللي كان قبله وهو فرانسوا غوييت كانت عنده اتهامات كثيرة من طرف الكثير من الاحزاب الجزائريين على انه جاسوس يعمل لصالح يعني فرنسا من الواضح، وأنه يتجسس، وكانت عنده لقاءات مشبوهة مع الكثير من السياسيين الجزائريين. بعدها وبعد يعني واحد التوتر كبير بين الجزائر وفرنسا، قررت فرنسا سحب هذا السفير. الآن الجزائر ولات تتعامل بحذر كبير مع السفراء الفرنسيين، حيث أن هذا السفير قام بتسلم الرئيس عبد المجيد تبون أوراق اعتماده بعد شهرين من التحاقه بمنصبه في الجزائر. يعني شوفوا شحال طولت الجزائر باش تعطيه أوراق الاعتماد. وهذا هو الفيديو اللي داروا يشكر فيه الجزائر وأيضا يتقدموا بتهانيه بخصوص المولد النبوي الشريف. شاهدوا معي. Chers amis algériens, ce soir c'est la fête du Mouloud. Vous allez vous retrouver en famille avec vos amis pour passer un moment de joie et pour moi ce sera aussi la première occasion de déguster enfin la tamina. Vivement ce soir. Bonne fête du Mouloud à vous tous. Sahra Mouloudkoum. كما شفتوا خاوتي هذه هي مواضيعنا لليوم، نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.